بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هذه المجزوعة الخاصة بالديداكتيك. مجزوعة الديداكتيك تندرج ضمن عدة تكوينية تستهدف تنمية وتطوير الكفايات المهنية لدى مدرسي التعليم الابتدائي بشكل خاص. في تدبير وتخطيط وتقويم التعلمات المرتبطة بمختلف المواد الدراسية، وتقترح هذه المجزوعة أربعة محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بديداكتيك اللغة العربية، والمحور الثاني يتعلق بديداكتيك اللغة الفرنسية، ويتعلق المحور الثالث بديداكتيك الرياضيات، بينما يتعلق المحور الرابع بديداكتيك النشاط العلمي. إذن مجزوعة ديداكتيك تطرح سؤالا أساسيا عن معنى الديداكتيك، وهنا سوف أقترح عليكم تعريفا إجرائيا للديداكتيك ورد في معجم علوم التربية، والذي يقول بأن مجال اهتمام الديداكتيك هو دراسة المادة الدراسية والتفكير في بنيتها ومنطقها كيفية تدريس مفاهيمها ومشاكل وصعوبة اكتسابها. إذن معالجتنا لمجزوعة الديداكتيك مرتبطة أساسا بمعالجة مجموعة من المحاور، وهذه المحاور تخص مكونات أساسية في تدريس اللغة العربية. سوف نعالج كل ما يرتبط بدراسة المكون والتفكير في بنية المكون ومنطق هذا المكون، وكذلك كيفية تدريس مفاهيم كل مكون على حدة، ودون إغفال الحديث عن المشاكل والصعوبات التي تعترض كل من المدرس والمتعلم على حد سواء. ويتألف كل جزء من مجموعة من المكونات، كما نعلم أن فمثلاً ديداكتيك اللغة العربية سيشمل مجموعة من المكونات: مكون التعبير الشفوي، مكون القراءة، مكون التعبير الكتابي، مكون الدرس اللغوي إلى آخره. وتتم معالجة كل محور من هذه المحاور استنادا إلى أنشطة تحرص على الجمع بين المقاربات النظرية المؤطرة لكل محور، وتقديم المفاهيم من جهة، وبين تعرف وتحليل المنهجيات المعتمدة لتقديم مختلف هذه المكونات من جهة أخرى، دون إغفال كما قلت الحديث عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه المدرس أو المتعلم عند تقديمه أو تدارسه لهذه المحاور. ويختتم كل مكون بتقويم يشمل إنجاز روائز، يشمل كذلك تحليل وضعيات مرتبطة بالممارسة الصفية. شكرا.